أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. الكثير من المشاركين في مسابقة تحدي القراءة مع عربي يطرحون علي أسئلة حول الكتب التي ينبغي أن يقرأوها. في الحقيقة هناك كم هائل من الكتب، وأنا هنا سأقترح عليكم موقعين اثنين. الموقع الأول هو هذا فولا بوك، سأترك لكم الرابط أسفل الفيديو. تجدون فيه الكثير من الكتب حسب الموضوع أو حسب التخصص. هذه كتب في علم النفس، هذه كتب في الصحة والطب، هذه كتب خاصة بالأطفال يعني لمستويات عمرية مختلفة. تجدون هنا قصص، كل شيء يمكنكم أن تحملوه على هواتفكم أو على الحاسوب. طبعا كتب متوفرة، فلسفية، اجتماعية، روايات غربية، روايات من الأدب العالمي، روايات عربية، كل شيء موجود ومتاح. آلاف الكتب بين أيديكم، يكفي أن تضغطوا على الزر. هذا هو الموقع الأول. الموقع الأول هو فولا بوك، وهو موقع معروف. طبعا هو موقع معروف من بين مواقع أخرى. الموقع الثاني هو مؤسسة هنداوي. أعتقد بأن مؤسسة هنداوي مؤسسة مشهورة ومؤسسة عتيدة، لها إنجازات قيمة ونشرت العديد من الأعمال يعني في مختلف المجالات. هنا نجد التخصصات. ما أعجبني هو أن لديها أعمال حول الخيال العلمي، الروايات، هنا نجد 315 رواية، مجال السياسة، السير والأعمال والأعلام عفوا، الشعر، علم النفس، العلوم. وهذه نقطة أساسية، المشاركين في تحدي القراءة يطلب منهم أن يقرأوا كتب متنوعة من تخصصات علمية، من تخصصات إلى آخره. كيف نقوم بتحميل؟ كيف ندخل إلى الفيديو وأن نقوم بتحميل بهيئة PDF مثلا، نقوم بتحميله. إذن كل شيء متاح. مثلا هذا كتاب حول علم الجينوم. الكتب متاحة يعني من مختلف المجالات في مختلف المواضيع، تحنيط، الخوارزميات، كتب حقيقة ينبغي أن نتوقف هنا. الكثير من هذه الكتب حقيقة تناسب التلاميذ في مستوى البكالوريا أو في المستوى الثانوي أو في المستويات العليا. ولكن لو بحثتم أنتم في مكتبة، لو بحثتم لوجدتم دائما كتب مناسبة من الحجم الصغير. يمكن أن أدلكم على الكثير من يعني من هذه الكتب، وبعضها قد قمت بمراجعتها على قناتي. طبعا قناتي هذه هي قناة بالدرجة الأولى لمراجعة الكتب. لدي سلسلة يعني وضعت فيها حوالي 133 عمل مراجعة. الكتب المختلفة هي هذه التي راجعتها، مثلا هذا كتاب تائهون في أستراليا، يمكنكم أن تحملوا على صيغة PDF، وهو رواية شيقة حول أستراليا. هذه رواية يابانية، أو هنا عفوا 10 روايات يابانية قرأتها وقمت بتقديمها. يعني بعض الأسئلة التي تطرح علي أسئلة حول كيفية تلخيص هذا الموضوع، كنت ناقشته وطرحت فيه بكل دقة وبكل تحديد كيف نلخص كتابا في تحدي القراءة العربي. وقلت بأنه لكي نلخص كتابا ينبغي أن لا نسرد التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، بل ينبغي أن نكتب بإيجاز ماذا فهمنا من الكتاب، عن ماذا يتحدث بإيجاز في جمل، ثم ماذا غير فينا الكتاب، ما هي وجهة نظرنا في الكتاب. يعني جمل بسيطة، مساغة، صياغة بسيطة حول الكتاب، الفكرة الأساسية له، دون الحديث عن التفاصيل والشخصيات والأفكار إلى آخره. لأن هذه التفاصيل هي موضوع المناقشة مع لجنة التحكيم حينما يسألونكم عن كتاب من الكتب. إذن هنا كتب من مختلف المجالات التي قرأتها تجدونها، سأترك الرابط في أسفل الفيديو، تجدونها يعني في سلسلة أو بلاي ليست خاصة بهذه الكتب. سأرجع إلى أو سأعود إلى مؤسسة هنداوي. مؤسسة هنداوي هي في الحقيقة مؤسسة محترمة، كما ترون هنا الأدب والرحلات، الأديان، الاقتصاد، التاريخ، التكنولوجيا، الجغرافيا، الخيال العلمي، الروايات، السياسة، سير الأعلام، الشعر، الصحة، علم النفس، العلوم الاجتماعية، البيئة، اللغة، كل شيء متاح.
قصص الأطفال، لاحظوا أكثر من 500 عمل في قصص الأطفال وبمستويات مختلفة. وحيلوا هنا التلاميذ من المستويات الابتدائية من القسم الأول إلى القسم الثالث أو من القسم الرابع إلى القسم السادس، يمكنهم أن يحملوا الكتب المناسبة لهم من مؤسسة هنداوي، لأنها فيها كتب يعني بعضها مترجم بعضها مؤلف يعني لمؤلفين عرب يتناسب مع مختلف المستويات العمرية. ماذا أضيف؟ كل شيء موجود على الإنترنت، لا يمكن لأي أحد أن يخلق الأعذار بأن الكتب غير موجودة. حقيقة نأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من الكتب غير متاحة، وهذا أمر بديهي، كثير من الكتب غير متاحة وثمن الكتاب غالي، والكثير من الكتب غير متوفرة حتى لو أردنا يعني شراءها إلى غير ذلك. فالإنترنت يوفر لنا حقيقة فرصة ذهبية للقراءة، يكفي فقط أن نقرأ وأن نبحث وأن نطالع. هنا تجدون كتب في التنمية الذاتية، في علم النفس، في مختلف المجالات، كذلك مؤسسة أو عفوا موقع فولابوك كغيره من المواقع الأخرى الكثيرة يتيح للقارئ العربي أن يقوم بتصفح وتحميل الكتب. أصدقائي المشاهدين، هذا الفيديو موجه إلى المشاركين في تحدي القراءة العربي، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه المساهمة. إلى اللقاء. خلاص الدعم، خلاص الدعم.